إعجاز. قلة الإمكانيات دي جعلت الطرف الآخر يستشعر أو يعتقد أنه لن تكون لدينا هذه القدرة على المواجهة ولا على الصمود فيما بعد. أما أجي أحلل لحضرتك موضوع الإمكانيات والقدرات، وأنا النقطة دي بلمسها بأسلوب يعني إلى حد ما يوصل المفهوم للمشاهد العادي. إحنا لما جينا نحارب كانت كل معداتنا، بعضها من الحرب العالمية الثانية وبعضها من إنتاج الخمسينات، لم يكن عندنا سلاح أبدا متطور من إنتاج الستينات، مش السبعينات. مش السبعينات. كنا بنحارب بالعربية نص جنزير. أنا كنت راكب عربية نص جنزير كنت بحارب بيها من الحرب العالمية الثانية. كنا بحارب بأجهزة اتصال أبسوليت قديمة جدا، زي اللي هي بالكريستالات، زي الراديو، زي بتاع الحرب العالمية الثانية. وعديك من هذا بقى كله نعدلك من الدبابات T-34، من المدفعية كلها مجرورة على الأرض بسواعد الرجال مش ذاتية. إسرائيل بقى كان عندها إيه؟ كان عندها مركبات القتال المتطورة M113، كان عندها الدبابة M60، كان عندها السنتوريان، كان المعدلة، كان عندها الطيارة الفانتوم والطيارة السكاي هوك والطيارة الميراج، بينما كان عندنا الطائرات الميج 17 من الحرب العالمية الثانية، الميج 21، أكثرهم تقدما السخوي 7، طيارات قديمة متقدمة. ورغم ذلك كان عنصر فاعل جدا اللي حول هذه المقارنة وهذه المعادلة الروح المعنوية إلى الإنسان. ما هي الروح المعنوية وده قاله الإنسان. ده قاله، لا ده أحد عناصر الإنسان، الروح القتالية والروح المعنوية. صحيح. والتدريب. صحيح. كل ده يجتمع عشان يبني الإنسان، الإرادة، التركيب النفسي للفرد المقاتل، كل دول يبنوا الإنسان. ده قاله أندري بوفر، ودي الكلمة دي أنا بأكد عليها لما جه هنا مصر سنة 74، وأنا كنت ساعتها صغير جدا ورحت حضرت محاضرته في مينا هاوس. وقال هذا الجنرال الإنجليزي أننا قارنا القوات في الجانبين، قارنا القوات في الجانبين، القوات المصرية والقوات الإسرائيلية، وكانت المقارنة لا تعطي أي انطباع لأن تكون القوات المصرية هي المتقدمة أو التي تحقق النصر. ولكن عندما التفتنا إلى عنصر مهم جدا في المقارنة وهو الفرد المقاتل، أوجدنا أن هذا الموضوع قلب كل المقارنات رأسا على عقب. من هذه اللحظة وآلة فظيعة توجه ضد الإنسان المصري علشان تعبس بهذه المكونات، بهذه الروح القتالية، بهذه الإرادة، بهذا الولاء والانتماء، يفكك المجتمع نفسه. بالظبط، هي دي البوتقة. عشان ما نقول جيش مصر جيش وطني يبقى بيتاخد من كل ألوان الطيف الوطن المصري. عشان كده بيسمى جيش وطني، ما فيهوش لا مسيحي ولا مسلم ولا صعيدي ولا بحيري زي النغمة اللي طلعوها لنا في أحداث يناير. لا، إن جيش مصر جيش وطني من كل ألوان الطيف المجتمعي المصري. علشان كده هذا الجيش ولاؤه وانتمائه إلى هذا الوطن، مش لحد، لا لشخص ولا لأي حد إلا هذا الوطن وشعبه. عشان كده الآلة دي توجهت للعبث بهذه الشخصية، وكانت النتيجة ما شاهدناه في يناير. حضرتك